الثمانينات لما صارت محاولة الاغتيال، ولو أنا ما بحب أطلع من الموضوع، لكن هذا موضوع راح يرتبط بالزراعة. لا سادي حقيقة هذه. صار بالبساتين، يعني صح إنه نسمع إنه فد أرقام كبيرة تجري في البساتين. يعني أستاذ آلاف الدوانم، إنه زمن صدام حسين أنا كنت يعني. صح شفت آلاف دوانم. يمكن صف أول متوسط كذا. صار. فكنت ألاحظ إنه الطيارات الهليكوبتر والطيارات السمتية ترمي داخل البساتين الدجيل. بعدين الحرس الجمهوري بذاك الوقت طوق كل بساتين الدجيل، جابوا الجرارات العملاقة الجرافات العملاقة كانت تجرب بساتين الدجيل. فآلاف الدوانم تريد حمضيات، تريد عنب، تريد نخيل، يعني الدجيل كانت مصدر رئيسي أو سلة العراق الأولى، خصوصا يعني بالبساتين اللي كانت موجودة عندها أشكال أنواع العنب، كمالي، حلواني، فرنسي، ديس عنز، شدب، وهرزي، آلاف الدوانم كلها راحت. فقلت لك بذاك النظام يعني أذانة أثر عليها تأثير مباشر على حياة الفلاح العراقي. خسرنا أراضي كبيرة. قطع أراضي جرفها بهاي الجرافات العملاقة جابها. يعني أتذكر أنه النخيل الدجيل كانت تنقل على ناقلات من هاي الكبيرة، مثلا تنقل عربات كبيرة جدا يعطون عليها النخيل ويأخذوه بغير مكان يقلعوه. كلها جرفها وراح تنتهي سواها أنه أرض مستوية. أرض مستوية. نعم. بعد 2003 تفائلتوا. تفائلنا بالخير وقلنا الحكومة راح تنصفنا. لأن إحنا مضحين. نعم. والصدفة اللي أنا أعتبرها جميلة إنه أول قضية حكم عليها النظام السابق هي قضية الدجيل والأمور اللي صارت. والله أستاذ خلينا نكون واقعيين، هي جرائم صدام حسين لا تعد ولا تحصى. بس هي بدأوا بالدجيل. بس بدأوا بالدجيل. بدأوا بالدجيل. وأخذ الإعدام من موضوع الدجيل. نعم أخذ الإعدام، بس هو عنده جرائم كثيرة لو ترجع للتاريخ تاريخ صدام حسين هو كل جرائم في جرائم في جرائم. يعني حلبشة ممكن أكثر قسوة، المقابر الجماعية أكثر قسوة. كلها موجودة. يعني هي كلها. حقيقة تمثل الوجه المشوه والقبيح. الحد الآن لو تجي تسوي مقابر جماعية، الحد الآن ده تكتشف أكو مقابر جماعية جديدة يعني بالنجف بالديوانية بالصحراء، الحد الآن أكو مقابر جماعية، فمع الأسف راحت بها الشيوخ والأطفال. شيخ كاظم، يعني بالثمانينات تقريبا انتهت موضوع البستنة بالدجيل تقريبا. يعني بقى انتهت موضوع البستنة. نعم. بس إحنا نقول يعني سام مثلا الدجيل راح اكثر من 400 شخص بديش الفتره. نعم بديش الفتره اكثر من 400 شخص النظام البعثي المقبور اخذهم للدجيل وراحوا، ما نعرف مصيرهم وين لحد الآن. لحد الان حتى قبور ما تندلهم، حتى القبور ما تندلهم. يعني على الاقل قالوا لنا يا ترى ذا راحوا معه بالتيزاب وراحوا، شفتهم بعدين انت من عنده ما عرفتهم. يعني اللي قسم طلعوا من السجناء السياسيين قالوا لنا يا فلان اخذوه وبعد ما ندري بي وين راح، فمن اخذوه بعد وين راح؟ يعني ذبوه كذا بالتيزاب لو مقابر جماعيه وانتهى الموضوع. نعم.